أهلا وسهلا فيكم، معكم دكتورة سهى الحداد، مالك مؤسسة راي ويلنس. اليوم راح نسوي فيديو جديد عبارة عن الباث بومب اللي هي الكرة الفوارة. راح نشوف بالتفصيل شلون نسويها. نرحب كل اللي انضموا معانا، لا تنسون الاشتراك في القناة واللايك والتفاعل بكتابة أي كومنت ومشاركة الفيديو إذا عجبكم، وأخيرا تفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتنا. وقبل لا نبدي طبعا لازم ناخذ الاحتياطات اللازمة، تعقيم جميع المواد، لبس القفازات، وإبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة. غالبية المواد اللي أستخدمها أشتريها من موقع اسمه جوزيل. الموقع أعطاني 10% خصم لمتابعين قناة راي ويلنس. المواد اللي راح استخدمها في هذا الفيديو موجودة في صندوق الوصف، واللي حاب ياخذ الخصم ما عليه إلا أنه يدخل كود الخصم راي ويلنس. كذلك هناك دورة من تقديمي لطريقة صناعة الصابون من الصفر، الطريقة الباردة. الدورة أونلاين، اللينك موجود كذلك في صندوق الوصف في كل البيانات الخاصة بالدورة. هذه طريقة التواصل، لا تترددون في سؤالي، أنا موجودة على الواتساب، هذا حسابي الانستغرام والإيميل، مستعدة أجاوب عن أي سؤال يخطر على بالكم. لا تنسون زيارتنا على موقع راي ويلنس في كل المنتجات اللي أنا سبق سويتها وحطيتها على قناة اليوتيوب. هذه هي الوصفة، راح نشوف الخطوات بالتفصيل. في وعاء كبير راح اجيب الاسترينر او المصفات او احنا نسميها مشخال، عشان احط فيها الانجريدينتس تنزل لي يعني الكتل كلها تنزل معي. اول شيء راح احط البيكربونات الصوديوم، طبعا هو نفس البيكنج صودا. راح احتاج 3 اكواب. بعدين راح اضيف الاروروت باودر، ملعقة واحدة، ملعقة اكل واحدة. طبعا الاروروت باودر يعتبر ممتص طبيعي للرطوبة اللي هي رطوبة البشرة، يساعد ايضا على توازن الزيوت الطبيعية للبشرة، ايضا هو يكون مثالي للبشرة الجافة والدهنية. ممكن استبدله في الكريم اوف تارتار. بعدين راح اضيف الحمض الستريك اللي هو الستريك اسيد، يعتبر من المادة الاساسية الثانية اللي بعد بيكربونات الصوديوم. راح احتاج 1.5 كوب منه. اخر مادة في مرحلة النواشف راح تكون المنظف، طبعا هي هو اختياري، اذا ما مو حابين الرغوة في الباث بومب ممكن ازيد احط بداله حمض الستريك. المنظف اللي راح استخدمه هو الـ SCI صوديوم كوكول ايسوفيونيت. راح ابدي اصفيهم الى ان ينزلون من المصفات، تتفتت كل الكتل الموجودة عندي. راح اخلطهم بايدي عشان اتأكد انهم كلهم اندمجوا مع بعض. راح اخليهم على جنب وابدي احضر المواد السائلة. اول شيء انا اخترت زيت السافلاور، هو يسمونه القرطم، ممكن اختيار اي زيت موجود متوفر عندكم سائل. راح اخذ بس ملعقة اكل واحدة. بعدين راح اضيف البوليسوربي اي تي، هو يعتبر مذيب، لان اذا حطينا الكرة في الماء الزيوت راح تمتزج مع الماء، تساعد على امتزاجها. هي ايضا يعني تمزج الزيوت والالوان بشكل جيد، وايضا تخلق رقوة جميلة، يعني بدونها اذا حطينا الكرة بالماء راح نشوف الزيت طافح على الماء. اخيرا راح اضيف ملعقة اكل واحدة من الزيت العطري. راح اضيف المواد السائلة على الخليط اللي سويناه بالبداية، وراح أبدي أخلط إلى أن تمتزج كل المواد وأوصل للقوام اللي المفروض أبدي أشكل فيه الباث بومب. راح يطول الخليط، إذا يعني فيها تعب ممكن أستخدم المكسر. راح أوقف هني عشان أنا أبي الخليط لونين، فراح أبدي أقسم الخليط إلى قسمين. راح أجيب وعاء ثاني
وحط نص الخليط أو ربعه، لأن أنا بسوي شكل الرقي أو البطيخ في بعض الدول العربية تسميه. راح أحتاج لونين اللي هو الأخضر والأحمر، راح يكون الأخضر شوية أقل من الأحمر. راح أبدي أضيف اللون، طبعا مثل ما شفنا الخليط الأحمر أكثر شوية. طبعا اللون لازم يكون قابل للذوبان في الماء مخصوص حق الباثروم. راح أحط شوية ماء، يعني أكون حذرة في إضافة الماء لأن راح يتفاعل على طول مع الستريك أسيد، فأنا بسرعة أحط الماء عشان ما تصير بعد عندي وايد رطبة. أحط اللون وأبدي أخلطه بسرعة عشان ما يتفاعل مع الحمض الستريك. وبما أن أنا راح أسوي يعني شكل الرقية، فراح أضيف للون الأحمر الخليط الأحمر بذور الخشخاش. راح انتقل للقسم الثاني اللي هو اللون الأخضر. راح أكون حذرة نفس الشيء في إضافة الماء لأن وأخلطه بسرعة عشان ما يتفاعل مع حمض الستريك. نفس الخطوات إلى أن أوصل للقوام المناسب. بعد ما جهزوا الخليطين راح أبدي في أني أسوي الكرات الباث بوم. أنا عندي هذه الآلة حبيت أستخدمها اليوم عشان أسوي الكرات. طبعا بما أنه هو شكل الرقية أو البطيخ، راح أحط أول شيء اللون الأخضر، بعدين راح أحط عليه اللون الأحمر وأضغطها بواسطة هذه الآلة وراح تطلع لي الكرة. طبعا أنا ما أحب أشيلها على طول لأن أخاف تتكسر معاي، فراح أحطها أقلبها في اللي هي قالب الباث بوم وأخليها شوية بس على ما تتماسك عدل. راح أكرر الخطوات نفسها إلى أن ينتهي الخليط اللي عندي. راح أسوي الخليط الباقي، في باقي عندي شوية راح أسويه يدويا بواسطة القوالب مالت الباث بوم. راح يكون بهذه الطريقة. هذه هي بعد ثاني يوم، أنا خليتها 24 ساعة عشان أضمن إن هي ما تتفتت لما أفتحها من أو أطلعها من القالب وتطلع لي بهذه الشكل. طبعا مثل ما نشوف هي تماسكت، يعني سهل إن تطلعها من القالب. غالبا يعني 3 أيام أخليها تنشف أكثر عشان أغلفها. راح أسوي تجربة عملية، طبعا هي مجرد ما أحطها في الماء تبدي تفور. الرغوة هذه أنا تطلع لأن إحنا حطينا المنظف. إذا تبونها أكثر فيزي اللي يسمونها تفور أكثر، ما نحط هذه الرغوة، نزيد الستريك أسيد. إذا حابين نسوي فيديو ثاني بدون هذا المنظف كتبوا لي في الكومنت. هذا كان فيديونا اليوم، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسونا بالسبسكرايب واللايك. إذا حابين تشوفوا فيديوهات ثانية عن الباث بوم شوفوا هذا الفيديو اللي ظاهر على الشاشة. نشوفكم في فيديوهات قادمة. مع السلامة.